بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 89. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله عند قوله باب الربا والصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد. الربا تقدم الكلام على تعريفه وحكمه والوعيد عليه وما دار حوله من الكلام، لأنه مشكلة العصر، بل هو مشكلة المشاكل، وهو الذي سبب البلاء والدمار على العالم، خصوصا العالم الإسلامي. وأما الصرف فمعناه بيع النقود بالنقود. الصرف هو بيع النقود بالنقود، هذا هو الصرف. نعم. قال: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب أنواع الربا نوعان. الربا نوعان، النوع الأول ربا الفضل وهو الزيادة، وهذا يحرم في الأشياء التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا في هذه الأصناف التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على تحريم الربا في 6 أصناف: في البر والشعير والتمر، وفي البر والشعير والتمر و الملح وغيره، وما جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. نعم نعم. قال: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. في مكيل وموزون، لأن علة الربا في هذه الأصناف 6 هو الكيل والوزن عند على المذهب عند الحنابلة والحنفية، أن العلة في هذه الأصناف هو الكيل والوزن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل، مثلا بمثل، يعني في المقدار، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذن قوله بيع بجنسه يعني بمكيل أو موزون، فالعلة في هذه الأصناف هي الكيل أو الوزن: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. هذه كم؟ 5. هذه 6. طيب. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه 6 أصناف.
مثلا بمثل، كيلا بكيل. فالعلة في هذه الأصناف عند طائفة من العلماء كالحنابلة أنها الكيل والوزن، الوزن في الذهب والفضة، والكيل في البر والشعير والتمر والملح. العلة هي المعيار وهو الكيل أو الوزن. وذهب الشافعية إلى أن العلة في البر والشعير والتمر والملح أن العلة هي الطعمية، أي كونها من الأطعمة، كون هذه الأشياء من الأطعمة فيقاس عليها كل ما هو مطعوم. وعلى القول الأول يقاس على هذه الأصناف كل ما هو مكيل أو موزون. والقول الثالث أن العلة في النقدين الثمنية، أي كون هذه الأشياء جعلها الله أثمانا للمبيعات، الذهب والفضة العلة فيها الثمنية، أي كونها أثمان، فيقاس عليها كل ما اعتبر ثمنا كالورق النقدي المعروف الآن، لأنها جعلت أثمانا وجعلت في مقام النقود، فتأخذ حكم الذهب والفضة. فالعلة هي النقدية، فإذا جعل نقد من أي شيء فإنه يدخله الربا، وليس خاصا بالذهب والفضة، بل يقاس عليهما كل النقود التي تجعل نقودا ولو لم تكن من الذهب والفضة. وأما العلة في بقية الأصناف فهي العلة في بقية الأصناف فهي الطعمية مع الكيلة والوزن، يعني مجموع الأمرين، أنها مكيلة أو موزونة وأنها مطعومة، فالعلة هي مجموع الوصفين. هذا القول الثالث، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح أن العلة في النقدين الثمنية والنقدية وليست الوزن، والعلة في البر والشعير والتمر والملح هي الطعمية، فيكون مع الكيل، هي الطعمية مع الكيل. فكل مكيل أو موزون إذا كان مطعوما فإنه يدخله الربا، وما لم يكن كذلك فلا. هذا الخلاف في علة الربا في هذه الأصناف الستة. وعلى كل حال كل ما شارك هذه الأصناف في العلة فإنه يدخله الربا، والعلة على الخلاف فيها، كل يعتبر العلة ما ذهب إليه فيها. فما شاركها في العلة على أي قول من هذه الأقوال فإنه يدخله الربا قياسا، هذا قول جماهير أهل العلم، يدخله الربا. والربا نوعان، ربا فضل وهو الزيادة، وربا نسيئة وهو التأجيل. فهذه الأصناف وما شاركها في العلة إذا بيعت بجنسها حرم فيها شيئان، الزيادة وهذا ربا الفضل، والتأجيل وهذا ربا النسيئة. فإن اختلف الجنس، كأن بيع بر بتمر مثلا، اختلف الجنس، هذا بر وهذا تمر، فإنه يباح التفاضل ويحرم النسيئة. إذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرمت النسيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقوله كيف شئتم يعني متساويا أو زائدا، إذا كان يدا بيد بهذا الشرط، يعني يشترط التقابض في المجلس. نعم. قال: ويجب فيه الحلول والقبض، يعني إذا اتحد الجنس والعلة، إذا اتحد الجنس والعلة فإنه يجب الحلول والتقابض، يعني التساوي والتقابض، التساوي فتحرم الزيادة، والتقابض في المجلس فيحرم التأجيل. نعم.
ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. نعم، لا يحول المعيار المعروف الشرعي، فالمكيل لا يباع إلا كيلا، فلا يباع وزنا لأن هذا لا يضبطه، وكذلك العكس الموزون لا يباع كيلا لأن الكيل لا يضبطه، فكل يباع بمعياره الشرعي ضمانا للخروج من الربا. نعم. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. أما إذا اختلف الجنس فيجوز أن يباع المكيل بموزون والموزون بمكيل لأن الجنس اختلف، والمحذور هو الزيادة، والزيادة جائزة حينئذ. نعم. قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. ولا يجوز بيع الجزاف، يباع كومة من التمر، يباع كومة من التمر لا يعلم مقدارها بكيل معلوم أو وزن معلوم، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ولا يقال الخرص يكفي، فلا تباع الصبرة من الطعام بكيل معلوم أو وزن معلوم لعدم العلم بالتساوي، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، حرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، يعني أن يباع المكيل بموزون والموزون بمكيل وبيعه جزافا. نعم. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. الجنس عند الفقهاء هو ما يشمل أنواعا كالتمر مثلا، له أنواع كثيرة عند الناس معروفة، السكري مثلا والخضري والشجر وإلى آخره، وكل إقليم عنده أسماء لهذه الأنواع يعرفونها. النخل ما هو بنوع واحد، النخل بجميع أنواعه جنس واحد، تمر بجميع أنواعه، التمر بجميع أنواعه جنس واحد، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلة ولو اختلف النوع، لا بد من التساوي. البر كذلك أنواع كثيرة مختلفة معروفة عند الناس، فلا يجوز أن يباع نوع من البر بنوع آخر مع الزيادة، هذا حرام، لا يباع إلا متساويا ولو اختلفت أنواعه، ولو كان بعضه أجود من بعض فلا يجوز التفاضل. نعم. التفاضل يعوض بشيء آخر كالمال مثلا. نعم. لو كان نوعان من البر أحدهما رديء والآخر جيد، إيه، ووجب التماثل اتباعا للشريعة، نعم، فكيف يعوض فارق الجودة؟ يباع الرديء بدراهم ويشرى بالدراهم الجيد، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بتمر جيد من خيبر، قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إن نبيع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. قال لا تفعلوا، بيع الجمع وهو الردي بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم جنيبا وهو الجيد، فهذه هو الطريق الشرعي. إذا كان معك ردي وأن تريد جيد من نوعه من جنسه، نعم، تريد جيدا من جنسه، فالطريق الشرعي أنك تبيع الردي بدراهم ثم تشتري بالدراهم الجيد من جنسه. نعم. فاهمكم الله. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله. نعم، ما تفرع عن الجنس فهو تابع له، فالدقيق مثلا والخبز وكله يتبع الأصل، يدخله الربا تبعا لأصله. نعم، لأنه فرع على الجنس، سواء كان خبز أو طحن أو غير ذلك، فلا يحوله كونه دقيقا أو كونه خبزا، أي لا يحوله عن الربوية. نعم. وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. كذا اللبن أجناس، والشحم أجناس، والكبد أجناس، وكله جنس واحد، لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ولو اختلفت أنواعه
ولو كان بعضه أجود من بعض، فهو جنس واحد لا بد من التساوي بين أنواعه. نعم. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. نعم، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان الحيوان من جنسه، كلحم غنم بغنم، لحم إبل بإبل. أما إذا كان من غير جنسه كلحم إبل بغنم أو العكس فلا مانع لاختلاف الجنس، ولأنه لا محذور في الزيادة حينئذ. نعم. ويصح بغير جنسه. أي نعم. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه، لأنه جنس واحد كما سبق، فروع الأجناس أجناس، فلا يجوز بيع حب بدقيقه، حب بر بدقيق بر، حب شعير بدقيق شعير. نعم. ولا نيئه بمطبوخه. ولا نيئه بمطبوخه، فلا يباع بر ني ببر مطبوخ، أو شعير ني بشعير مطبوخ. نعم. وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه. إذا كان شيء من هذه الأجناس يعصر، كعصير مثلا التمر أو عصير الشعير، إذا كان يعصر فلا يجوز أنه يباع بأصله. نعم. لأنه جنس، لأنه هذا فرع منه، ولا يخرجه عن كونه من جنسه. نعم. إذن نقول وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه. خالصه بمشوبه، كأن يكون بر خالص ببر معه شيء من الشعير، فلا يجوز زيادة، يقال هذا ما هو بخالص، البر هذا ما هو بخالص فنزود شوي، يقول له هذا حرام، لأن هذا الخلط اللي معه غير مقصود. نعم. ورطبه بيابسه. رطبه بيابسه، كالتمر الرطب بالتمر اليابس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، فلا يجوز بيع الرطب من التمر باليابس من التمر، أو الرطب من الحبوب باليابس من الحبوب. نعم. لأن هذا يفضي إلى التفاضل. نعم. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. بيع دقيق البر بدقيق البر إذا استويا في النعومة، في نعومة الطحين. أما إذا كان الطحين خشن والنوع الثاني ناعم فلا يجوز لعدم التساوي. نعم. ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف. ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، أما إذا كان واحد منهم رطب وواحد يابس لا، من الخبز. نعم. وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. نعم، إذا استويا. ولا يباع ربوي بجنسه، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. نعم، لا يباع ربوي كبر ببر ومع أحد العوضين من غير جنسه، كأن يكون مع الثاني دراهم أو معه شعير أو غير ذلك. هذه مسألة مد عجوة التي يلقبها الفقهاء، وهي بيع مد من تمر العجوة بمد وريال مثلا، بمد وريال مثلا، فلا يجوز وإن كانت الزيادة من غير جنس المبيع، لأن هذا هو الربا، ولا يتحقق التساوي. ولما اشترى فضالة بن عبيد رضي الله عنه قلادة فيها ذهب وخرز، ففصل باثني عشر درهما، ففصل الذهب فبلغ اثني عشر درهما، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تباع حتى تفصل، يعني فيباع الذهب بقدره بجنسه، بقدره من جنسه من الذهب، ويباع الخرز بما شاء، فلا يباع الاثنين لعدم التساوي. نعم. قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، كذلك، لأنه لا يتحقق التساوي، تمر ليس فيه نوى بتمر فيه نوى، لأنه لا يتحقق التساوي، والنوى هذا من غير جنس التمر. نعم. ويباع النوى بتمر فيه نوى،
لأن هذا لا يدخله الربا، لأن النواة لا يدخله الربا، فلا مانع من الزيادة. نعم. ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. نعم، لأن هذا لا يدخل في الزيادة الربوية. لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. نعم. ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت العلة في البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة على ما سبق هي الكيل والوزن، لما كانت العلة هي الكيل والوزن، فما هو العرف الذي يعتبر؟ لأن الأزمان تختلف، فربما يكون هذا الشيء عند قوم مكيل وعند الآخرين موزون، ربما يكون العكس، تختلف الأزمان والأعراف، فلا بد من مرجع نرجع إليه. قال مرد هذا لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمرد الكيل والوزن لعرف المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت التشريع، فما كان في ذاك الوقت مكيلا فإنه يستمر أنه مكيل، وما كان في ذاك الوقت موزونا فإنه يستمر في عداد الموزون إلى آخر الدنيا. ومرد الكيل والوزن، مرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة. أي نعم، الوزن لعرف مكة والمكيل لعرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في زمنه مكيلا فإنه يستمر مكيلا، وما كان في زمنه موزونا فإنه يستمر موزونا، ويحكم عليه من ناحية الحل والحرمة باعتبار العرف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن المقصود باعتبار مكة والمدينة اعتبار الشيء عند في ذاك الزمن موزونا أو مكيلا، ليس بقدر المقياس نفسه، يعني قدر الصاع أو قدر، نعم، اعتبارها هو هذا الصنف مكيلا مثلا، هو قلنا إن العلة الكيل والوزن. نعم. نعم. فما هو الضابط الذي نعرف به أن هذا مكيل وهذا موزون؟ لأن أعراف الناس تختلف، فيربما يكون الشيء مكيلا عند قوم موزونا عند آخرين، فلا يفصل هذا النزاع إلا الرجوع إلى العهد الأول، فما كان مكيلا في العهد الأول فإننا نعتبره مكيلا ولو عده الناس موزونا في وقتهم، والعكس كذلك، ما كان موزونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نعتبره موزونا ولو تحول العرف بعد ذلك وصار مكيلا. نعم. السلام عليكم. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. أما ما لم يكن له عرف في مكة والمدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف أنه مكيل أو موزون في ذاك العهد، فإننا نعتبر عرفه في وقته وفي مكانه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. تقدم لنا أن الربا نوعان، ربا فضل، وهذا انتهينا منه، يدخل في الستة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وما شاركها في العلة، وهذا ربا الفضل. وربا النسيئة هو التأجيل، يحرم ربا النسيئة في كل بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون، فلا يباع كل منهما مؤجلا، لا يباع بعضهما ببعض مؤجلا، سواء اتحد الجنس أو اختلف الجنس، فقد يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة، وقد يفترقان فيكون فيه ربا نسيئة وليس فيه ربا فضل. نعم. قال: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا، كالمكيلين والموزونين. نعم، في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين، لأن علة الربا على المذهب هو الكيل والوزن أو الوزن،
فيحرم ربا النسيئة فيما كان مكيلا أو موزونا، سواء اتحد الجنس أو اختلف الجنس. الجنس إلا إذا بيع، إلا إذا بيع أحد الجنسين نقد. أحد الجنسين بنقد، إذا بيع المكيل أو الموزون بنقد فإنه لا مانع من النسيئة، لأن الدين السلم هو من هذا النوع، هو بيع نقود بكيل أو وزن مؤجل، بيع نقود حاضرة بمكيل مؤجل أو موزون مؤجل. ولو منعنا من هذا لتعطلت معاملات الناس، فإذا كان أحد الجنسين ذهبا أو فضة فإنه يجوز فيه النسيئة إذا بيع بمكيل أو موزون. ودين السلم هو من هذا النوع، فيجوز بيع البر بنقود مؤجلة، ويجوز بيع الشعير بنقود مؤجلة، وهكذا. ويجوز العكس، بيع النقود بمكيل مؤجل وهو دين السلم، أو بيع النقود بموزون مؤجل وهو أيضا دين السلم، لأن معاملات الناس تقتضي هذا، ولو منع لتعطلت المعاملات. نعم. وإن تفرق قبل القبض بطل. إن تفرق قبل القبض بطل. إذا بيع ربوي بربوي مؤجل، فإذا بيع ربوي بربوي حال، لكن تفرق قبل القبض، كما لو بيع مثلا تمر بتمر، بيع تمر بتمر فيشترط الحلول والتقابض، أو بيع تمر بشعير فإنه يشترط التقابض، يشترط التقابض دون الزيادة، دون التفاضل. أي نعم. فإن تفرق قبل أن يقبض كل منهما ما له بطل العقد، لأنه إذا أقر صار ربا، إذا أقر صار ربا. نعيد الصورة مرة ثانية. إذا باع برا بتمر، باع برا بتمر، هذا يجوز فيه التفاضل، يجوز أن يبيع 10 آصع من البر ب20 صاع من التمر، لكن بشرط التقابض في المجلس. فإن تفرقا قبل أن يقبض كل منهما ماله بطل العقد. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت خالد منور خميس، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.